السلام عليكم مباشرة من محلات أواني شعيب. ومن جديد هاد المرة كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كان في القريعة باش نوريكم لي بروموسيون اللي عندنا وباش نبارطاجي معكم بعض المعلومات بخصوص افتتاح وإقفال المحلات ديالنا بمناسبة عيد الأضحى. قبل ما نوريكم هاد لي بروموسيون اللي عندنا والعروض الهائلة اللي عندنا ونوريكم السلعة اللي غتكون مازال إن شاء الله متوفرة اليوم لغدا الاثنين والثلاث ان شاء الله، بغيت نعطيكم بعض المعلومات على المحلات ديالنا. ركزوا معايا مزيان، بالنسبه للبروموسيون ديال اواني شعيب مازال مستمر غدا الاثنين والثلاثاء بجميع محلات اواني شعيب، سواء في المحمديه ولا البرنوسي ولا القريعه ولا المدينه القديمه او الحي المحمدي. هذه نقطة واضحة، مازال جيو تقداو غدا الاثنين وحتى يوم الثلاثاء. بالنسبة للخدمة اللي غادي تكون وراء العيد الكبير إن شاء الله، بالنسبة للمحمدية بالنسبة للمحمدية والبرنوصي والقريعة، هاد ثلاثة المحلات غادي نبداو فيهم الخدمة ابتداء من يوم السبت 31 يوليوز، السبت اللي وراء العيد اللي وراه غنبداو الخدمة إن شاء الله. وبالنسبه للمحل ديال الحي المحمدي غادي يكون كاكسيبسيونيل وغادي يبقى بيرمانونس معكم، وغادي يبدا الخدمه من السبت اللي ورا العيد مباشره، يعني السبت غتكون 25 يوليوز غادي نبداو الخدمه في المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي. مرحبا بالناس ديال الدار البيضاء كامله باش يجيو يتقداو من المحل ديال الحي المحمدي ابتداء من يوم السبت مباشره من بعد عيد الاضحى. غتلقاو كاع لي بروموسيون كامله ان شاء الله كاينه تما ومتوفره، مرحبا بكم. بالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في المدينه القديمه غادي يكون اخر اجل ان شاء الله هو يوم الثلاثاء، ما غاديش نعاودو نفتحوه من وراء عيد الاضحى. كنظن ان هادشي كامل اللي قلت واضح جدا. الناس اللي لا دخلوا اللايف دابا حتى تعاودوا تسمعوا اللايف من جديد باش تقدروا تسمعوا المعلومات اللي قلت. اول حاجه غادي نبدا بها هو هاد الكاس ديال عصفور اللي درنا ليه بروموسيون سبيسيال، درنا ليه 70 بروموسيون 70 درهم لان الثمن ديالو هو كيدير 2600 ريال، ودرنا ليه بروموسيون 1400. غدا الاثنين والثلاثاء غادي تاخذوه ب 1200 ريال فقط، 60 درهم. مرحبا بكم، كاين هذا الموديل ب 1200 وكاين هذا الموديل ب 1200 وكذلك هذا الموديل حتى هو ب 1200 وكذلك هذا الموديل حتى هو ب 1200 ريال، وكاين هذا الموديل هذا حتى هو رائع. اعطيني شي بلاطو عافاك ديال الزاج يكون كبير شويه، يكون في الذهبي باش نوريهم الكيسان ديال 1400 حتى هما كيبانوا بواحد الديكور جميل جدا، ما بقاوش بلاطوات ديال المرايا واخا. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو الثمن ديالو كيدير 1400 و 1200، وكاين هذا ب 1400 وديال اسبانيا ب 1800 ريال. التبصيل الابيض مازال ديسبونيبل عندنا ومازال متوفر في المحل ديال ديال القريعه. كيف كتشوفوا هذا التبصيل الطويل هذا كنبيعوا لكم 3 ب 1000 ريال، وكاين هذا الصغير المربع كنبيعوا 4 ب 1200 ريال، 4 ب 1200، ولا مربع حتى هو كذلك كنبيعوا 4 ب 1200 ريال. فريمون كاينين اثمنه مناسبه ورائعه جدا. بالنسبه للتبصيل كيف قلت لكم حصريا عند اواني شعيب كنبيعوا لكم التبصيل النمره 36 جوج ب 1200 ريال. عيني دخلت ليه الريحه في عيني، علاش كتبان لك مدمه؟ كاينين المقله، عطينا خويا المقله العجيبه الله يرضي عليك. هادشي اللي بقى فيها ولا مازال ياك حجبتو فيها؟ جبنا فيها لو ستوك باش الناس ما يوقفوش عليها، جبد لي عفاك وحده. كاين عندنا الهاشوار حتى هي مازال متوفره، كيف كتشوفوا الهاشوار عندنا ديال اينوكس كدير 2600 ريال، فيها 4 ديال الماس ديال الزاج، وعندنا ديال اينوكس، جبد لي وحده ديال اينوكس، عندنا ديال لينوكس كيف كنقول لكم غادي تحتاجوها بشكل كبير بزاف بمناسبه عيد الاضحى ان شاء الله. اللي فريمون كطحن بزاف ديال اللعيبات غادي تقدروا تحتاجوهم. نهضروا على المقله العجيبه، المقله العجيبه الجميله، المقله العجيبه كيف قلت لكم مازال بروموسيون ديالها مستمر، والفنا ناخذوها ب 8000 7000 ريال عند اواني شعيب، غتقدروا تستافدوا منها ب 190 درهم.
3800 ديسيني مات ان ايطالي اوريجينال وفيها ثلاثه ديال الجلدات الاولى الثانيه وكاينه الثالثه لداخل. كاين عندنا كذلك الهاشوار اينوكس، الهاشوار اينوكس كوكينغ اللي كطحن الربيع بسلامه طيشه موديل جرماني اينوكس من الفوق اينوكس من التحت، والثمن ديالها كدير فقط 3000 ريال. كيف كتشوفوا كطحن اي حاجه بغيتو بصله الربيع مطيشه اللحم وغتحتاجوها بشكل كبير في عيد الاضحى، والثمن ديالها كدير 150 درهم 3000 ريال فقط. مرحبا بكم. المشطه العجيبه مازال ديسپونيبل في القريعه وقربت تقاد هادشي اللي بقى فيها، والثمن ديالها كدير 130 درهم 2600 ريال. صراحه السلعه ديال العيد تقريبا ما بقتش عندنا، الشوايه والقطبان وداكشي تقادوا لينا. كاين عندنا هذا البلاطو ديال الشوا مازال ديسپونيبل كيف كتشوفوا، هذا البلاطو ديال الشوا الثمن ديالو كيدير 130 درهم 2600 ريال. وكاين عندنا هذا الكيسان ديال المناضة والعصير كنبيعو جوج ب 1000 ريال، جوج ب 1200 ريال، غلطت لا مزيان بقى معايا بقى معايا. هاد الكيسان هادو كنبيعو جوج ب 1200 ريال. يقول لك قال لينا شعيب 1000 ريال، دائما كنذكر الاخوان دائما التفاعل ديالكم، يلا بغينا التفاعل ديالكم، بغينا الناس كامل اللي كيشوفوا اللايف دابا يكتبوا لينا منين كيشوفوا اللايف، اشنا هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه في اللايف ديال اواني شعيب. بغيت البلاطو ديال العود غادي يكون اي 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 جميل، البريستيج والروعه والجمال والرقه والاناقه، هادشي ديال الذهبي واعر بزاف صراحه، هادشي جميل جدا، هادشي رائع، هادشي بريستيج، هادشي نخوا. اي 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 والثمن اثمنه مناسبه جدا كيف كتشوفوا. مره كنوريكم سلعه العيد، شويه كنوريكم سلعه البريستيج كيف كتشوفوا. كاين هاد المباخره هادي كتبان فريمون واعره، وهادي هادي تقدر تحط مباخره وفي نفس الوقت تحط ديكور، هادي كيفاش كتبان في الحطه ديالك كتبان واعره وكتبان زعما فريمون رويال. ايه وكاين عندنا هاد المباخره الثمن ديالها كدير 50 درهم، والطاجين حتى هو الثمن ديالو 50 درهم. هاد اللعيبه ديال بابي سيرفيت الثمن ديالها 1200 ريال. الهاشوار كوكينغ اينوكس من الفوق ومن التحت فيها خمسة ديال الماس ودراب وموس، الثمن ديالها كدير فقط 3000 ريال 3000 ريال. أروا لي يا خويا الترموسات، عندنا الترموسات هادو تا هما كيبانوا رائعين جدا، ها هما جبناهم لكم جداد. الترموس على جوج ماشي 7000 ماشي 6000 ماشي 4000 ريال، فقط كيديروا 1800 ريال 90 درهم. عندنا في عدة ألوان متعددة. مرحبا بكم، مرحبا بآية من حي الفرح، ملكة من جديدة، راحة المنسلة، المحمدية، بني ملال المحمدية، ابتسام حتى تواصلي معايا في الخاص عافاك في البريفي باش تعطيني المحل وشكون هو الشخص اللي كان عنده المشكل. خديتها مرحبا، تحية كبيرة لكم. دائما كنذكر وكنعاود مباشرة من محلات أواني شعيب، ودابا كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في القريعة. الناس اللي كانوا كيجيو عندنا القريعة في يامات رمضان أو شعبان راه وسعنا المحل، كنتو شحال هادي كتوقفوا قدام المحل هنا وكنعطيكم السلعة. دابا حاليا غتقدروا تدخلوا المحل بكل أريحة وبكل راحة، وتقدروا تقداو على خاطركم والسلعة كاملة ومتوفرة، وتبارك الله كاين واحد ليكيب هنا رائع وزوين، والتعامل حتى هو جميل جدا بقيادة السي سفيان المصواب. تحية السي سفيان، كنشكروك اخويا الكليان مؤخرا بالمقارنة مع ايامات شعبان
كانوا كيريكلاميو الناس. دابا خويا ما كاينش السي سفيان، السي سفيان ضرافات السي سفيان، برافو سفيان تحياتي. ولكن شرحنا الناس علاش كان التعامل ماشي هو داك فيا ما تشعبل، لان المحل كان مضيق وكان الضغط. دابا حاليا كاين اتساع ولي سيرفيس برافو، الرقم واحد في لو سيرفيس هي القريعه. هادشي اللي كنقرا في لي كومونتير والتواصل ديالي مع الكليان، تبارك الله عليكم كلشي كيتعامل مزيان. المحمديه البرنوصي، المحمديه الحي المحمدي، المدينه، ولكن نتوما القريعه حاليا الرقم واحد في التعامل، تبارك الله عليكم. سي سوفيان باش نشوفوا شكون هو السي سوفيان اللي كنهضر معاه. اي 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 شي واحد كيعيط ليا، انا حاليا دابا كندير لايف ما نقدرش نتواصل معكم. الكيسان ماشي جوج بستين درهم، وقول جوج كرتونات فيهم 12، واخا الكرتونات الكيسان هادو جوج ب 1200 ريال جوج، هادو يعني باكيه فيها 6 وكتزيد معاها باكيه واحده اخرى، يعني واللي بغى 6 نبيعهم لهم ب 600 ريال فوالا. وهادو حتى هما كيديروا 600 وجوج ب 1200. بغيت نذكر بواحد القضيه، المحل ديالنا كيف كتشوفوا الزنقه 29 سيدي معروف هو هذا، مقابل مع الناس اللي يلا كيشوفوا اللايف اول مره، سمحوا لي الناس اللي كيشوفوا اللايف ديما، المحل ديالنا مقابل مع قهوه لو بولفار، هي هذه معروفه سكريني وقهوه لو بولفار. توصلوا الرومبو ديال مالي البونج، صوروها وريوها لشي واحد يوريوها لكم. ومازال غادي نزيد نعطيكم الاثمنه ديال الكوكوطات والبرامي والبوطه وبزاف ديال لي زارتيكل عندنا هنا، فيهم اثمنه رائعه. زوير شحال وصلت تما سير، بقاو معايا عافاكم، غنرجع معاكم بعجاله، عطيوني دقيقه، بغيت كلشي يبقى معايا في اللايف حتى واحد يخرج بالزربه. كيف كتشوفوا المحل هو هذا، هو هذا قدامي هنا الشارع بشعيب الدكالي، حيت شحال من واحد كيكون جاي عندنا كيتغاط ليه شارع بشعيب الدكالي مع شارع مودي بوكيتا اللي هو كاين من اللور. حنا متواجدين في شارع بشعيب الدكالي، ماشي ماشي في شارع مودي بوكيتا، الله يرضي عليكم ما تغلطوش. اذا كاين مرجان ديال القريعه في الراس، ليه مرجان ديال القريعه الفيروش، كدوروا على اليمن كتلقاو الرومبوا ديال مالي البونج، كتزيدوا معها نيشان الرومبوا، راه هي الرومبوا كتبان من هنا، حيت كاينين جوج رومبوات في القريعه، كاين رومبوا كتخرج لشارع مودي بوكيتا، وكاين رومبوا كتجيب لبشعيب الدكالي، بحال اللي غادي لجامع السنه. ها هو جامع السنه، هو هذا في الراس، ها هو المحل ديالنا. كنظن ان النعت واضح جدا، كاينه هنا مدرسه الغزالي على اليمين ديالي، ها هي مدرسه الغزالي، وكاينه واحد الصيدليه هنا في الشوكه. اذا الروبو ديال مالي البونج هي هذه ديال دولي دول ديال القريعه، كتزيدوا مع هذا الشارع، ولا سولوا غير شي غارديان هنا، سكرينيو هذه البلاصه، سكرينيوها الناس اللي ما عارفين، سكرينيو هنا ولا سكرينيو هذه القهوه هذه، ها هي سكرينيو هذه القهوه، وريو تجيو غير للقريعه، اي واحد وريتو هاد السكرين ديال هاد ديال هاد قهوه لو بولفار غيوريكم المحل، قهوه لو بولفار. مرحبا، نرجعوا للمحل ديالنا. الناس اللي الله دخلوا اللايف دابا، غنعاود نذكر انه في البدايه ديال اللايف راه عطيت معلومات على افتتاح واقفال المحلات ديالنا، غنعاود نذكر بالنسبه للمحل ديال القريعه والمحمديه والبرنوصي، ركزوا معايا واخ مرحبا. بالنسبه للمحل ديال القريعه والمحمديه والبرنوصي، غادي ياخذوا كونجي فيه 10 ايام، يعني غيسدوا لمده 10 ايام، غيكون الافتتاح ورا العيد حتى اليوم السبت 31 يوليو، السبت في شهر 7، يعني هذا السبت هذا اللي ورا العيد لا واللي وراه. بالنسبه للمحل ديال الحي المحمدي، حيت يلاه فتحنا جديد، غادي يكون بيرمانونس وغادي يبقى متواجد معاكم، وغادي يحل يوم السبت 24 يوليو، يعني السبت ولا مع 25 واقيلا غتكون السبت اللي ورا العيد مباشره، غيكون الافتتاح استئناف العمل. والمحل ديالنا اللي كاين في المدينه القديمه غادي نسدوه ان شاء الله اخر اجل يوم الثلاثاء، حتى يكون شي بديل افضل في السونتر فين ان شاء الله، ونعلنوه لكم في اللايف. دائما كنذكر وكنعاود مباشره من محلات اواني شعيب من جديد، كنديروا معاك شحال من واحد كيسولني كنعت لي فاطمه، فاطمه الزهير، فاطمه الزهير شكون كينعتو لك؟ كتسكني حدانا هنا ولا كتسكني دايزه ولا كتبيعو تشري فشي بلاصه؟ كتبي لينا لاله فاطمه.
تستاهلي من عندنا كادو ولا لا فاطمه، لانك كتنعتي للزبناء ديالنا، المحل ديالنا فين متواجد. عفاكم غير بشويه، غير شويه الدعم، عفاكم غير شويه الدعم بالقلوبه. تحياتي، يلا كل شيء ما تنساوش تدعموا لنا اللايف باكبر عدد ديال القلوبه. المهم كاينه سلعه كثيره متوفره كيف قلت لكم. الدراب الثمن ديالو 70 درهم، بالبانيو 100 درهم. غنعطيكم الاثمنه بعجاله باش الناس من يبغوا يتقداو يعرفوا. الدراب ديال الانوكس ديال 3600 2600 فقط. الميكسور ديال الانوكس والدراب والهاشوار 3000 ريال. عندنا كذلك هنا البلندر ديال الزاج اللي فيها انوكس وفيها الكاس ديال الزاج، الثمن ديالها كدير فقط 3600. وعندنا اللي كطحن الثلج كدير 4000 ريال. المبرد على 3 كيدير 1400 ريال. متوفرين عندنا جميع انواع القراعي ديال العطريه، سواء اللي فيهم الزياته ولا اللي فيهم 3 ديال الطبقات ولا اللي فيهم 2 طبقات ديال الزاج، حتى هما متوفرين. كاينه كذلك البانيني إليت ديال إينوكس، غنديروا لها بروموسيون سبيسيال إن شاء الله غدا 2 و 3، الثمن ديالها 4000 ريال. سفيان عافاك عطيوني الشواية ديال إينوكس. صافي شتا، غادي ندوز دابا للشواية ديال إينوكس، غير دخلوا. صافي أرى لي هنا، عطيني الكرتونة ديالها، الشواية ديال إينوكس. واخا الشواية ديال لينوكس قلت لكم عندنا لا مارك ديال تاتش، درنا لها بروموسيون سبيسيال ان شاء الله هذا الويكاند، هذا الاثنين والثلاث وكذلك حتى في الويكاند. تاتش 2250 واط، سولوا عليها راه كدير 8000 7000 6000 ريال. حنا غتقدروا تستافدوا منها غير ب 200 درهم 4000 ريال. لا 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 الشواية ديال لينوكس الثمن ديالها تاتش فقط كدير غير 4000 ريال. مرحبا بكم، دائما كنذكر وكنعاود ما تنساوش، راه كيف كنقول لكم دائما الدعم ديالكم لينا وزعما الدعم ديالكم لينا الاواني شعيب هو لو بارطاج اللي كتعطيونا. وكيف اي لايف كنذكروا اي لايف كنطلع فيه كنطالب انكم تعطيونا اكبر عدد ديال القلوبه وتعطيونا اكبر عدد ديال البارطاج. إن لله وإن إليه راجعون. حنان واحد السيده كليانه ديالنا كتبت لي خويا شعيب ترحموا لي على ماما الله يرحمها، الله يرحمها يا ربي ويوسع عليها ضيقة القبور، والله يصبركم إن شاء الله عليها يا ربي، الله يصبركم والله يرحمها يا رب. كنسكن في القريعة حدا نادي النسوي. مرحبا. دائما الله يرحمها يا رب السيده كليانه زبونه بكل صراحه، كنعقل على حنان مسعودي الله يرحم الام ديالك اختي يا رب، والله يصبركم على فراقها. كيف كنقول لكم دائما كنذكر وكنعاود نتوما مباشره من محلات اواني شعيب، وهاد المره كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في القريعه باش نقول لكم انه كاينه عروض فريمون سبيسيال بمناسبة عيد الأضحى. مازال البروموسيون مستمر غدا الاثنين والثلاثاء إن شاء الله. مرحبا بكم باش أنكم تجيو تستافدوا من هاد لي بروموسيون الواعرة، باش أنكم تجيو تستافدوا من هاد العروض الهائلة. وريني هاد البلاطو التيتانيك مطلوب بزاف وعزيز على الناس، وريني ال 55، كاين ال 50 ب 2200 وكاين ال 55 ب 2400 ريال. واعر اينوكس ما كيصدي ما والو. وكاينه عندنا النمره 60 ديالو كدير 130 درهم 140 درهم 2800 ريال. ما تنساوش تكتبوا لينا في لي كومونتير منين كتشوفوا اللايف باش نعرفوا اكبر تواجد ديال الناس اللي كيشوفوها. معنا السيدة من سطات، تحية للناس ديال سطات. ما تكتبوا لينا الحي اللي كتسكنوا فيه أو المدينة باش نعرفوا أكبر تواجد ديال الأحياء اللي معنا. وما تنساوش دعموا لينا اللايف بالبارتاج
وبالقلوبة كيف كتشوفوا الله دخلت لي واحد الريحة العينية يدمع عليا كنعتذر ما تنساوش عطيونا اكبر عدد ديال الدعم يلا عطيونا بزاف ديال القلوبة شكرا دعموا لنا اللايف بالقلوبة كنذكر حنا دابا مباشرة من المحل ديالنا اللي كاين في القريعة اواني شعيب مقابلين مع قهوة لوبولفار هي هادي علي من ديالنا كاين قهوة كاين الرومبو ديال مالي البونج ديال دولي دول ومن اللي كاين الفيروج ديال المرجان ديال درب سلطان وعلى اليسر ديالنا كاين كاين جامع السنة مازال غندور معكم ونعطيكم الأثمنة كاملة اللي كاينة في المحل فقط بغيت نجبد غير اللايف باش نعطيكم باش تدعموني اللايف بالبارتاج ومازال غنكمل معكم وغنعطيكم الأثمنة ديال السلعة اللي عندنا وبعجالة إن شاء الله كلشي كيشوف هاد اللعيبات اللي كاينين هنا هادشي زوين صراحة طاجين 50 درهم المباخرة 50 درهم هاد اللعيبة ديال البابي كدير 1200 ريال كاين عندنا كذلك هاد المباخرة الكيسان سبق لينا وقلنا الثمن ديالها 1200 ريال أكبر عدد ديال القلوبة باش نكملوا معاكم عافاكم اللايف يلا عطيونا بزاف ديال ديال القلوبة من هنا شكرا على الدعم ديالكم الأوان شعيب عطيونا أكبر عدد ديال القلوبة في هاد اللحظات عدد كبير ديال الناس اللي كيشوفوا اللايف دابا كيعطيونا أكبر عدد ديال القلوبة دعم الأواني شعيب شكرا شكرا على القلوبة اللي كتعطيونا شكرا بزاف زيد 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 القلوبة القلوبة شكرا نحبكم في الله شكرا على الدعم ديالكم الأواني شعيب بكم انتوما باش كنقدروا نديروا بزاف ديال لي بروموسيون زائد الأثمنة تكون مناسبة والسلعة تكون نقية والجودة تكون مزيانة إن شاء الله ما تنساوش تعطيونا لو بارتاج يلا بغينا كل شيء بارتاج اللايف 500 واحد كيشوف اللايف دابا بغيناكم كاملين تكليكيو على بارتاجي من هنا بارتاج اكريغ اون بيبليكاسيون بيبلي راه ساهل باش تبارطاجيو اللايف كتكليكين على بارتاجي وكتجي لهنا اكريغ اون بيبليكاسيون وكتكليكي على بيبلي ويلا عندك تليفون بالعربيه غتخرج لك هنا مشاركه كليكي على مشاركه من بعد كليكي على نشر يلا بغينا كل شيء كليكي على بارتاجي دعم الاواني شعيب باش نقدروا نكملوا معكم البروموسيون والاثمنه اللي عندنا بغينا كل شيء كليكي على بارتاجي شكرا شكرا لكم على البارتاج في هذه اللحظات عدد كبير ديال الناس كيدعموا اللايف ديال اواني شعيب وتيكليكيو على بارتاجي شكرا تحيه للناس ديال تماريس كازا القريعة شارع مودي بوكيشا قريبة ليك مرحبا طنجة ما كرهناش محل هنا تحية للناس ديال طنجة تحية كبيرة مراكش يلا كتبوا لينا منين كتشوفوا اللايف نكملوا معاكم السلعة عندنا هاد القراعي ديال بريستيج كيف كتشوفوا الثمن ديالهم 4 ب 1200 ريال كاين عندنا هاد البلاطو ديال رويال جبناه لكم في المحل ديال القريعة بلاطو رويال ديال القلب ها انت هما القلوب شتيهم هاد القلب هذا كنهديه لجميع الزبناء ديال الاواني شعيب شكرا هاد القلب هذا كنهديه لكم لانني احبكم شكرا لكم هاد القلب هذا كنعطيه لكم واحد واحد وحده وحده وفي اي مدينه واي حي واي دوله في العالم ولكاع المغاربه كاملين هاد القلب كنعطيه لكم كاملين شكرا كيف وريتكم هذا البلاطو هذا الثمن ديالو كيدير 1400 ريال 1600 ريال عوض 3600 بروموسيون سبيسيال ورائعه جدا البواطات على ثلاثه الثمن ديالهم كيديروا 50 درهم بثلاثه كاين عندنا هاد اللعيبه واعره الثمن ديالها كدير 1000 ريال 50 درهم وهادي الثمن ديالها 1200 ريال كنعاود نذكر وكنقول لكم ان المقله العجيبه
تنقولش لكم جيو شريوه من عندي، كنقول لكم دخلوا اليوتيوب وكتبوا ديس، كتبوا المقله العجيبه وغتشوفوا هذه المقله السحريه اشنو كتقدر دير. فريمون عجيبه في الخدمه ديالها، واعره خطيره جدا. عندي ديسيني ماد ان ايطالي اوريجينال، كاليتي واعره، والخدمه ديالها فيها شويه مقله كوكوت متعدده الاستعمالات، ما سموها العجيبه الا وعجيبه في الخدمه ديالها. والثمن ديالها كدير 3800 ريال، 190 درهم. عندنا عندنا الكوكوطات فيهم اثمنه مناسبه، كيبداو من 3600 4000 4600 5000 5600. البراميته هما فيهم اثمنه مناسبه، كيبداو من 2600 3600 5000 6000، وكاينه ديال 400 درهم. اي واحد بغى يجي يتقدى السلعه ديال العيد، ديال عيد الاضحى، اي واحد بغى يحلق على الكوزينه، اي واحد بغى يعمر الكوزينه، اي واحد بغى يتهلا ليا في الاواني ديالو، اي واحد كيعرف شي عروسه مقبله على الزواج وبغات تعمر الكوزينه، بارطاجيو معها هذا اللايف، لانها غادي تجي بعينيها مغمضين وغتقدى سلعه زوينه واثمنه جد مناسبه. كيف دائما كنذكر لكم وتنقول لكم، راه شويه ديال الفلوس غادي تقدى بهم بزاف ديال السلع. تحيه لسي امين قبل جميع الزبناء. ياك الله يحفظك لي يا خويا، الله يحفظك. صافا مزيان، يلا شتي الله دابا. لا ما شتيش الله دابا، شتي واحد قبل منه ولا شتي دابا؟ دابا شتي الله جيتي كتجري، فين كتسكني بالسلامه؟ اي انت حاله استثنائيه نادره جدا. لا دي مسكينه جات كتجري، شوف غير قضيو معاها لو سيرفيس. ورينا اختي، وريني كيفاش كديري، وريني. كنت كنتفرج او ميم طون كنكليكي وكتبقاي القلوبه والبارطاج. والله العظيم انت كنت بلاتي عاودي وريني كيفاش كتبارطاجي. بارطاج زيد بليكاسيون زيد. شكرا زيدي، وريني دابا البارطاج في الجروبات نوريها لك. ساهله ساهله، انت بارطاج بارطاج كتكليكي على بارطاجي دون لو جروب. ايوا سي وقيله ما عندك ما عندكش الجروبات صافي. ما انت تقادات جيبها عند الوالده كنجيب لها. شكرا بزاف ومرحبا بك، مرحبا. كيف انت شوفي دابا انت جيتي كتجري باش ان مرحبا. تحياتي، مرحبا بك، الله يحفظك. امين يا ربي امين، شكرا. الله يحفظك، ربي يخليك. اشنو خاصك نقضي معك زيدي؟ هذه ما قلناش الثمن ديالها في اللايف راسك، هذه بوحده اللي ما قلناش. شوفي هذه قلنا 1000 ريال، وهذا الطاجين هذا قلنا 1000 ريال. هذه شحال الثمن ديالها؟ هكا كديها ديها لسفيان. هذيك حيت انا ما عرفتش الثمن ديالها، علاش ما قلتوش؟ يلا جات جديد. بغيتي الكيسان؟ اللي بديت بهم من الاولين. هاك هاك يلا. خديت هادو ديال اسبانيا، خديتهم دابا شي يومين، هادي انا ماشي رموها اخترتهم. جايبك بزز ياك؟ الله يتبز. قولي لا تسعد. ولكن شجعت انت تشري الماعن، جميل جدا. علاش المرأة المغربية محبوبة، علاش المرأة المغربية محبوبة في العالم العربي وفي الوطن؟ لأنها ديما مهلية في البيت الزوجية ديالها وفي الكوزينة ديالها وفي الطابلة ديالها، هادشي جميل جدا. اي نشوف الكيسان اللي جيتي على قبلهم ديال العصفور، واعرين في الحقيقة. الثمن ديالهم كيديروا 1200 ريال، ثمن سبيسيال. مرحبا انا راه ديال اللايف دابا، راه داز صوتك في اللايف. اسم الطاجين ديال اللي في المرايا. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم. كاس عصفور واش موجود في حي المحمدي؟ كاين ولا ما كانش؟ غادي يكون ان شاء الله غدا. مرحبا بكم، تبارك الله عدد كبير ديال الناس كيشوفوا اللايف دابا.
وعدد كبير ديال الناس كيلتحقوا بينا غدا ان شاء الله. بزاف ديال الناس غيلتحقوا بينا باش انهم يجيو يستافدوا من هاد لي بروموسيون اللي كنديروا. حتى نتوما ان شاء الله جيو باش تلتحقوا بينا باش تستافدوا من هاد لي بروموسيون الهائله، العروض اللي فريمون سبيسيال عند محلات اواني شعيب. كيف تنقول لكم المحل ديالنا هو هذا زنقه 29 سيدي معروف اللي مقابل مع قهوه لو بولفار كيف كتشوفوا. على اللي من ديالنا كاينه الرومبو ديال دولي دول ديال مالي البونج ديال القريعه. بزاف الناس كيصحابونا واش جينا في القريعه. لا القريعه بقات في اللي من ديالنا. القريعه نعاود نوريهم عاوتاني. القريعه بقات بعيده علينا، يعني القريعه اللي كتعرفوا نتوما يا السوق ديال القريعه. انا غنوريه لكم دابا بالتليفون باش ما تلفوش، ما بغيناش الناس يتوضروا، كنبغيو الناس يجيو وما يتسخسخوش. ركزوا معايا مزيان، القريعه هي هذه، هاي 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 القريعه. بلاتي انا غنزوميها لكم. ها هما هما هاد الحوانت اللي سادين هي القريعه. هاد الرومبو هادي هي القريعه، شفتوها؟ كتبوا لي في لي كومونتير واش شفتوها ولا لا. هي هادي القريعه، يعني حنا كتخليو القريعه لهيه وكتخليو من الهيشان محمد السادس، كتخليو شارع محمد السادس كدورو على اليمين كتهبطو نيشان كتلقاو الرومبو ديال دولي دول، معروف الرومبو ديال مول لي بونجي. البومبيه كاين البومبيه على اليمين ولا اليسار؟ كاين البومبيه على اليمين. كتخليو البومبيه على اليمين وكتزيدو كتلقاو الرومبو، كتلقاو الشارع سميتو شارع بشعيب الدكالي، كتزيدو معاه كتزيدو 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 كتلقاو المحل هنا حدانا هاد القهوه اللي سميتها لو بولفار. هاد القهوة مبزورة، شحال اللي زهرناها براسك. حيت بزاف الناس كيكونوا غير هنا كيسولوا على قهوة لو بولفار ما كيعرفوها الصراحة. المهم راه غتبان لكم هنا كاف اسباس لو بولفار، حنا متكين عليها بحال لا غاديين لمدرسة الغزالي. مدرسة الغزالي هي هادي. هاي هاي والناس اللي جايين من الفوق والناس اللي جايين والناس اللي جايين من جامع السنة كتلقاي واحد الجردة اللي الناس اللي جايين من جامع السنة كتلقاو واحد الجردة وكتدخلوا مع الشارع بشعيب الدكالي بحال غاديين عند البومبية. ما تمشيوش مع مودي بوكيتا لأن مودي بوكيتا هو هذا اللي اللور. لا كاين القريعة هنا وكاين جامع السنة، كاين جوج شوارع، كاين هذا وكاين واحد ورا الديور هذا. ما تمشيوش معاه، جيو مع الكبير الرئيسي. دائما كنذكر وكنعاود مباشرة مرحبا بكم مع محلات أواني شعيب. ملي نقطع اللايف دابا عاودوا اللايف من الاول لانني قلت واحد المعلومات مهمه على الافتتاح او على الاستئناف، ياك الاستئناف ولا الاستئناف الاستئناف نستئنف الاستئناف او الخدمه ديالنا. كيف قلت لكم البروموسيون مازال مستمر غدا، البروموسيون مازال مستمر غدا الاثنين والثلاث، وان شاء الله غادي نسدوا بمناسبه عيد الاضحى لمده ديال 10 ايام حتى ال 31 يوليوز السبت بالنسبه للبرنوصي والقريعه والمحمديه. ولكن الحي المحمدي غادي نبداو فيه الخدمه ابتداء من السبت اللي ورا العيد، يعني 25 يوليوز، يعني غيكون الفرق ديال سيمانه تقريبا ما بين السدان ديال المحمديه والقريعه والبرنوصي والحي المحمدي اللي غادي يبدا الخدمه نهار السبت 25، يعني ورا العيد مباشره. يلا قلتي ما عرفتش واش حدا مرجان، كتخلي مرجان على اليمين ديالك وكتدوري على اليسار. دائما كنذكر ما تنساوش كيف كنقول لكم راه الدعم ديالكم الاواني شعيب هو اكبر عدد ديال القلوبه. عافاكم عطيونا بزاف ديال القلوبه وعطيونا بزاف ديال الدعم، شكرا. فهاد اللحظات عدد كبير ديال الناس كيبارطاجيو اللايف. بالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في المحمديه مقابل مع تيلي بوتيك عيشه وحده جامع مالي، ركزوا معايا تيلي بوتيك عيشه وقريب لجامع مالي، تيلي بوتيك عيشه مقابل معانا. وبالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي كاين سوق طارق، كتزيد شويه كتلقى قبل ما توصل التيرميني ديال التراموي كتلقى واحد السوق نموذجي، كدور معاه على اليسار كتكمل السوق النموذجي كدور على اليسار عاوتاني كتلقى المحل ديالنا. ولا سولوا غير النقاشات اللي مقابلين مع السوق النموذجي ولا العيالات اللي كيبيعوا البغرير
في الراس ديال السوق النموذجي، كلهم كيعرفوا المحل ديالنا. بالنسبه للمحل ديال الحي المحمدي، كاينه القصاري ديال الحي المحمدي، كاينه واحد طلعه تقولها الكوديه. حنا قبل ما توصلوا القهوه فلوريدا، حنا غتلقانا على اليمين اون فاس مع صالون زينب. ما تنساوش دعموا لنا اللايف بعدد كبير ديال القلوبه، شكرا. في هذه اللحظات عدد كبير ديال الناس كيبارطاجيو اللايف وكيعطيونا بزاف ديال القلوبه، شكرا. يلا عطيونا اكبر عدد ديال القلوبه من هنا. زيد 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 يلا كلشي يعطينا القلوبه. وما تنساوش ملي نقطع اللايف كلشي كليكي على بارطاجي، اكريغ اون بوبليكاسيون اي بوبلي، ساهله. بارطاج اكريغ اي بوبلي، واللي عنده بالعربيه غتبان لي هنا مشاركه. يلا شكرا لكم، ما سخيتش بكم. عدد كبير ديال الناس كيشوفوا اللايف هاد اللحظات. نتلاقاو ان شاء الله فرصه واحده اخرى في لايف اخر. تبارك الله عليكم. الثمن ديال الكاسرولات، الكاسرولات كاينين ديال 4000 ريال وكاينين ديال 4400، باك فيها خمسة. وعندنا ديال التيتانيك 3 ب 1400 ريال. ما تنساوش، وانا غنقطع اللايف دابا، بغينا الناس كاملين يبارطاجيو اللايف. شكرا لكم وتبارك الله عليكم. 3 2 1 كلشي كليكي على بارطاج، لانه هو الدعم لاواني شعيب. شكرا.